خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وأبرزها انعقاد المؤتمر الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابية، ده كمان بجانب المباريات اللي هتتلعب في الدوري الإنجليزي والدوري المصري. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة الساعة 3 العصر هينعقد المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل. يذكر أن السيد عبد الفتاح السيسي كلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وأن يكون ممثله القانوني بها. النهاردة العشاء الدوري المصري هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي الداخلية مع المصري في تمام الساعة 4 عصراً، وسبعة بالليل هيلتقي كل من طلائع الجيش مع فيوتشر والبنك الأهلي مع الزمالك. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، من أهمها مباراة بيرني وتشيلسي الساعة 5، في نفس التوقيت مانشستر يونايتد مع برنتفورد، 7:30 مباراة كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست.